كمان القائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي أكد أنه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تبدأ النهاردة زيارة للسودان على رأس وفد طبي مكون من 20 طبيب في مختلف التخصصات، بالإضافة لممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، معهم كمان مستلزمات طبية وأدوية. الفريق الطبي المصري هيفضل في السودان لحد ما تنتهي الأزمة الحالية اللي تسببت فيها السيول والفيضانات اللي ضربت السودان. نفس الخبر ده احنا قلناه وقت أزمة لبنان، لو فاكرين انه كان في فريق طبي فضل موجود لوقت طويل وفي مستشفى ميداني كان في لبنان. زي ما بنقول لحضراتكم، الكود الأخلاقي واحد، وده يطمنك على انك لا تعمل وفق الهوى ولا تعمل وفق ضغط الناس، بس تشتغل بنظام مؤسسي.